متى يجب عليك زيارة الطبيب إذا شعرت بالدوخة؟ مختبرات العورق التخصصية، التميز سر النجاح. من الممكن أن تحدث الدوخة لدى الفرد نتيجة لعدة أسباب، وأكثرها شيوعاً يعود إلى وجود خلل في أحد الأعضاء المسؤولة عن توازن الجسم. ولكن في بعض الأحيان يمكن أن يكون سبب الدوخة خطيراً، وخاصة في حال تسببت بسقوط الفرد وفقدانه لوعيه. تتعدد أسباب الدوخة، فمنها ما هو بسيط يمكن التغلب عليه بسهولة، ومنها ما هو خطير يتطلب زيارة الطبيب وفوراً، وذلك في حال ظهور هذه الأعراض على المريض: ألم في الصدر، صداع شديد جداً، ارتفاع درجة الحرارة، عدم انتظام معدل ضربات القلب، ضيق في التنفس، تصلب في الرقبة، تغير مفاجئ في الكلام أو الرؤية أو السمع، القيء، ضعف أو تنميل في الوجه، ضعف في الساقين أو الذراعين. عزيزي المتابع، إذا شعرت بهذه الأعراض يجب عليك زيارة الطبيب. فإذا شك طبيبك في أنك تمر بسكتة دماغية أو أنك قد أصبت بها سابقاً، أو إذا كنت كبيراً في السن أو تعرضت لضربة في رأسك، فقد يطلب الطبيب إجراء تصوير بالرنين أو تصوير مقطعي محوسب على الفور. وسوف يسأل الطبيب المرضى الذين يشكون من الدوخة أولاً عن أعراضهم وعن الأدوية التي يتناولونها، ثم يفحصهم بدنياً. حفظ الله الجميع. مختبرات العورق التخصصية، التميز سر النجاح.